السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كي داير انا الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال توحشناكم، عودة مجددة، مولفين كيف كنديرو يوميا، جيتكم حدا البيرو، سمحوا لي قبلوا علينا، كنا يوميا كنديرو فيديو البارح، ارتاحينا شوية ما درنا لا فيديو لا والو، وتحية لكم جميعا، كيف قال لي واحد الأخ قال لي تولعنا في الدكورة ديال الحنقورة، بغا يشوف دوك الدكور اللي مراهمين، حنا دابا غادي نحلو لهم ونخرجو ونخليكم معنا. ما تقطعوش، وتحيه لكم جميعا، وبعدا مبروك والف مبروك كاع الاخوان اللي استطاعوا ديكلاريو، الابطال اللي استطاعوا، خويا رشيد اغريس مبروك عليك، واخا ما قلتهاش لك سمح ليا، انا راه عشت الريزلتا، والاخوان كاع اللي استطاعوا ديكلاريو مبروك عليهم. وبالنسبه لواحد السيد عيط لي قال لي علاش ما كديرش لنا لي كونترول مثلا، كتمشي تصور لنا مع الابطال. كيف هو قال لي، قلت انا نقولها لك علنا، لاني ما كنخبيش حتى شي حاجه. اول حاجه ما كيعيط لي حد، فهمتيني، ما كيعيط لي حد، يعني هنا في مدينه سالا بنادم كيديكلاري اكون يعيط لي يمشي نصور معاه غادي يمشي. انا الحمد لله القناه غاده بهم ولا بلا بهم، القناه الحمد لله كيف كتلاحظوا عندي الناس اللي كيبغيوني، الجمهور ديالي كاين الحمد لله، وتنحيي الجمهور ديالو، تنحيي الناس اللي كتفرج فيا، كنحييهم من هذا المنبر، اول كومونتير وكل واحد والهضره الزوينه ديالكم تنحييكم من هذا المنبر، يعني القناه راه غاده بهم ولا بلا بهم. انا راه بنادم الا كبر فيا كيف كيقولوا ما غاديش نبدا نتبحلس، هذا كتسمى التبحليس، انا كنديكلاري انت كنجري عندك وكنصور معاك، باش انت شنو غادي تقول؟ راه كيربح على ظهري الفلوس، انا ما نخليكش تقول هذه الهضره هذه، يعني انا عندي الشخصيه ديالي وعندي الكرامه ديالي، يعني ما غاديش تطيح من الكرامه ديالي باش نتايا تبقى على خاطرك ولا انت تقول فيا جوج كلمات. اللهم ما كانشي عند حد، راكم عارفين اني كنصور غير في السطح ديالي، وانا غمولع، راه ما دايرش البيع والشراء، راه واحد اخو كتعيط لي كتقول لي شحال داير الشامبو، تيقول لك 5000 درهم، والله ما نكذب عليكم، وكاين اللي كتعيط لي كيقول لك 3000 درهم الشامبو، وعباد الله واش واحد خدام ب 40000 وما لقيت ما ياكل داكشي يكون مرتاح حتى في الماكله ديالو، حيت تكون مرتاح هي كيكون عندك الفلوس تمشي تاخذ اللحم، تاخذ الديسيل، تاخذ اي حاجه بغيتيها. اجيبني تاجي، اجيب هنا بعيدك الديروز، كيف قلت لكم الخوت تكون يعني بنادم كيكون مرتاح في المعيشه ديالو، هذاك نقدروا نقولوا يمشي يشري حتى ب 70000 درهم، ما كاينش المشكل، ولكن حنا واحد 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 الفئه ما نقولوش بسيطه، شبه متوسطه، ماشي متوسطه، شبه متوسطه، يعني غاديه مع دوك كيف عقل انك تمشي تشري شنبور ب 3000 درهم، راه ما كيصدقش العقل، 60000 ريال عباد الله الشنبور، هذوك هما اللي قال عليهم رضوان ازولاي وتحياتي ليه مصاصين الدماء، بنادم ما كيشوف، وعاوتاني شنو؟ حيت كيقول لك اخوت في كل دار تلقى كي دار. راه هذاك اللي كتلقاه مديكلاري مزيان الحمام الاخر فينا هو ديالو، كتمشي تقلب في الريزلتا كتلقاه لتحت، ها ونين انت تبغي تمشي تشري عنده، راه ما غاديش يعطيك داك الحمام اللي كيديكلاري به، غادي يعطيك هذاك اللي ديال الريزلتا لتحت. حنا ما كندقوا على حد، ما كنهضروا مع حد، انا كنهضر على نفسي، انا داير هذا الوعاء غير مولع، اما كنبيع ما كنشري. عندك التليفون غيطيح، شوفي الا شتي بحال غيزلك، الا شتي بحال شوفي من تحت جيت الكاغيط، الا بغي بحال غيزلك قولي هادي راه يقدر يطيح. انا كنهضر على شخصي كأنا، انا غير مولع، كنطلق الحميمات انا باش تلاحظوا انا راه هزيت كلشي اللي ما فيه نفع دفعت، فهمتي، لاني انا عارف هاد الحمام ديال الصيفه كنطلقو، جا تبارك الله، انا كنحس الصوت ما غيوصلش، جا تبارك الله ما جاش ما عندي ما ندير، واحد الحميمه مسكينه هي كدور هي شي رايه، جا هذا ما علينا. بالنسبه للمطلق ديال الباحه الخوت، ماشي ديال الباحه، ديال وين الباحه اللي دخلت ثلاثه ديال الديكلاراسيون، ثلاثه الحمامات وثلاثه ما جاوش لحد الساعه، منهم الطوبيه باك صفر اللي فايت العام اللي فات اكاديميه عندها الدبلوم العام اللي فات، والطوبيه اللي ديكلاريت بها المطلقني ديال بوزاكار اللي كانت جاتني الطوبيه هي اللي ما جاتش 2019. انا تعجبت لهذيك الحمامه علاش ما تجيش،
هي عندها ديبلوم وهي اللي كانت جاتني المطلق اللي فات الاولى وهذا المطلق ما جاتش هي وجوج الشنابر اللي ما جاوش وبالنسبه لذاك الذكر الدفليه محروق اللي جاب داك شو المطلق فوق سبوتنيك جا هبط وما بغاش يدخل جا مدقدق بزاف راه قالوا لي شي خري شي 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 اصدقاء قالوا لي في لي كومونتير انه مريض هذاك الذكر راه جا مزيان انا نوريه لكم والله الا جا في واحد الصحه جيده ما جا مع ديك 3.5 يعني في داخل في الديكلاراسيون فينا هو جا مع ديك 3.5 وجا في صحه جيده ما كاين لا مسخسخ ها هو الدفليه محروقه الخوت راكم تعقلوا عليه ها هو هذا ولد الذكر ديال بوشعره تحيه لخويا بوشعره ها هو واحد خرج السطن ها هو وجا الشهر ها هو والله لا والله العظيم الا في هذا المطلق هذا انا قلت في هذا المطلق صافي خرجوا قلت في هذا المطلق هذا قلت في هذا المطلق هذا ما غاديش زعما ما غايجيش ولا الله اعلم ولا غيتعطل اولا ولكن الحمد لله والله الا جا مزيان يعني جا في توقيت مزيان كيف قلت لكم ديك الحمريه ها ما كياكلوها شوف ها ما كياكلوها هانت شوف الدفليه ها هي الدفليه غاتي الحمريه هي هنا الشيء ها هي اللي عفت عليها برجليه ها هي تجي هنا ها انت هي كتلقط الدفليه شوف شنو كتاكل هانتوما ردوا البال مزيان هذه سي كبير يلا كيف قال لي واحد الاخ قال لي بغيت تولع في الحنقوره ما نزيدش نطول عليكم كيف قلنا حنا دايرين هذه الولاعه غير الولاعه ما دايرهاش بيع وشراء ولا بقا تبزمت ولا هذه دايره غير ولاعه فهمتيني غير ولاعه راه نكون انا كاع شاري الجوجه والله اعلم شحال شاري في الولاد ما نبيعش ليش الولاد بشي ثمن بشكل اللهم يستر الخوت بالنسبه لذوك الوليدات راه جا السيد الله يجازيه بخير جا داك السيد راه دا الوليدات ديالو راه دا دوك الشني بغات لي قلت لكم ان شاء الله نخرجوا لكم غير دوك الحنقوره ها هما الخوت اجي صورهم هما هادو الدوكور هادو هما اللي مراهم هنا الخوت بجوج هما هادو باغيين يشربو ها الطوبير هنا فخ عطيهم اليوم السي دوكور هذا راه الشوكي هذا راه كاين كثر منو كثر من الطوبي هذا هو الطوبي هذا راه الشوكي عمو خبوه شوف تبارك الله كاين فخ شوف باغيين يشربو بجوج هاكا بنيتي هاكا طايت تماك انا الخوت هما هادو هما الدوكور اللي مراومين بجوج تبارك الله راه دكوره بجوج الاخوان وهذا اللي من هنا راه كينفخ بزاف هذا اللي من هنا هذا اللي من هنا كينفخ بزاف وما عرفناش شكون اللي داير راسو دكور شكون اللي داير راسو نتو والله اعلم دابا تنقول غادي راهم مدبرين ماشي نتوما طوبيره راه ديال الطيران وان شاء الله راه غادي نخرجهم راه ما غاديش نخليهم هنايا يعني ما غاديش نخليهم مع هاد البروديكسيون خاصني غير نحيد هادو اللي في الارض ان شاء الله وهادو راه غادي نحاول ما امكن ندير لهم شجنه على برا ان شاء الله نحاول ما امكن ندير لهم شجنه على برا فهمتي ها هو الطوبي تفش إعادة النداء لاحقا الشوك يا وبدا كينفخ الإخوان طوب يا ورا نافخ الشوك يا وبدا كينفخ زيد الطوبيه انا الخوت اللي باغي الحنقور هادو راه قدام عندي هذا راه مزيود عندي الطوبي كيف قلنا راه الشوكي دابا راه طاير الشوكي راه عمو
خبوه خبوه هذا تبارك الله بوه كيدير خطير في الطيران هذا والله الا خطير في الطيران. الشوكي هو نفخ دابا خصهم يطيروا. طير طير وليدي طير الطوبي طير طير. هما طاروا. هذا راه عمو هذا راه عمو تبارك الله راه هو كيعطي النفيخ هذا. شوف هادشي اللي كاين الخوت هما جايين هما الحمد لله. هو ولد الشوكي هو واحد شني براتها هما هما هو راه بدا كينفخ. هذا راه ولد الشوكي هذا يعني يعني الطوبي راه يكون خوت من العمام. هذا ولد عمو ولد عم الطوبي هو هذا وهبط راه بداو كينفخوا هو هذا. ها هو الاخ ديالو هو هادي نتيوا يعني راه بداو كينفخوا الحمد لله. وتحياتي لخوتنا كيف كنقولوا بعدا ومبروك الف مبروك كاع الاخوان اللي استطاعوا يديكلاريو في هذا المطلق مبروك عليهم كاع اللي استطاع يديكلاري مبروك عليه من هذا المنبر والله يسخر لينا. كيف قلنا باقي لنا ثلاثه الحميمات اللي باقينا وما جاو هما جاو. انا مشيت حتى لحدا الخوت ها ما زيش نطول عليكم. غادي نعطيو الحمام هادو الماكله اللي غنعطيهم هي هادي بحال تقول رقيقه ولا هادشي. غادي خصنا نحيدو هاد الماكله هادي خصنا نحيدوها. وبالنسبه للحمام الاخر عطينا اليوم راه عطينا في المويه عطينا السيدوكول وفي الماكله عطينا الانتروباك. درنا اليوم الانتروباك في الماكله درنا اليوم الانتروباك في الماكله والسيدوكول في الماء راهم كلاو وشربوا ان شاء الله. اللهم يسر الجميع. هادو هما راه باغيين يبيضو هادو ان شاء الله راهما مبيضين هادو راهما مبيضين هادو تا هما راهما مبيضين. هادو الله مشاو ليهم الولاد ديالهم تباعو هادو هما بالشنيبرات ديالهم اللهم بارك. هبط اوليدي انت هادوك هما عندهم شنيبرات صغيورين. هادو راه عندهم ولد خصو ينعزلو هذا خصو يتعزل هذا الولد صافي الله يجعل البركه. وهي ساعة الربح الخوت هي ساعة. وواحد القضية بالنسبة للفاكسان هي نورمالمون في هانشوف اجي وليدي هذا صافي واجد هاد الشنبور هذا مخلينا تبارك الله. هي في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر الشنبور غير كيتعزل وإنما حنا كان هاكا بنيتي كيشدي شدي. أنا كنهضر مع دوك الناس لي بروفيسيونيل نهضرو بالدارجة بالدارجة الناس صحاب الفلوس شنو كدير. كاين الفاكسان فاكسان ديال برا ماشي ديال الحمام وغالي شويه معناتها كيدير شي 250 درهم اللي يمكن لك يدير ماشي الفاكسان ديال الدجاج. حنا كناخدو غا ديال الدجاج ودير الدجاج كيقول لك الا خرج من الثلاجة مابقاش خدام وهادي وهادي ما علينا. ها واحد الشنيفير دابا غادي نعزلوه وبان ليا الخوت هنا شوفوا لاحظوا هنا بحال الا مقرفط شتوه هذا مقرفط شويه شتوه هاهو في واحد التقرفيطه هي هنا هذا فيه تقرفيطه فيه شو دبانه شوف هذا بالصيف هادشي اللي كاين. بالنسبه للفاكسان الشنبور غير كيتعزل الشنبور حدو كيتعزل كيتفاكسا غير كيتعزل خصو يتفاكسا ويدخل مع الحمام. حنا غير الفاكسان غادي نديرو ان شاء الله وانما ماشي دابا. حنا راه هضرنا مع بعض الاخوان غادي ناخذوا القرعه ديالنا ديال الدجاج فاكسان عادي ديال الدراوش غناخذوه ان شاء الله ويكون خير باذن الله. وما نزيدش نطول عليكم تحياتي لكم جميعا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. السلام عليكم ورحمه الله. احنا رجعنا لكم الخوت احنا وكلنا هادو ماشي بروديكسيون دوكور هادو دوكور الحمد لله هادو ما دوكور. راه داك الذكر اللي قلنا طاح في الفيلا راه هو كي تيهيج هو اللي من ليه كاع راه هو اللي من ليه راه تيهيج راه تيهيج. اش دو البرهوش قال لك 4 ايام موكلون مره وحده في 4 ايام مره وحده نهار واحد في 4 ايام. وبالنسبه للذكر الدفلي محروق هو هذا الخوت اللي كان جا
ما قدرش يطيح هو هذا. وقضيه اخرى بالنسبه للملاحظات الخوت، حيت بعد كاين بعض الاخوان غادي يلاحظ يقول لك البزق ولا هذه راه الدنيا شويه نقيه. البزق راه اي شجنه الخوت، راه شوف راه اي شجنه والله العظيم. خلينا من دوك هادوك شجاني فهمتيني، حيت الحمام كله كيدير البزق، راه ما كاينش شي حمامه اللي تقول لي ما كتبزقش. غير هو كاين بعضين انه مثلا غادي يصور فيديو، قبل ما يصور فيديو بحال ديك اللعبه كيف قلتها كل شحال هادي، مثلا غادي يجيو عندكم الضياف كتكون كطلب من الشرجم، كيبان لك الضياف عاد كتبقى تنيطوايي هز جلابه حايده فوق السداري خبيها هنا وكباش كتزرب. وكاين واحد اللي ما كيسوقش داكشي عادي، حيت البزق راه كلشي كيبزق، عشاكم كلشي كيبزق، الحمام راه كيبزق يعني راه بزق من طبيعه الحال. راه واخا تحيدها دابا الحمامه كدور كتبزق، اشنو تبقى غتابعه غتبقى فيما تبزق تبقى تابعه ما يمكنش، يعني ضروري من البزق. هادشي اللي كان تحياتي لكم جميعا وحشاكم بعدا ما علينا. اما الذكور ما هما جاو تبارك الله كيطيروا مزيان هادو، ان شاء الله دابا ندير لهم تيوات ولا ندير لهم نشوف لهم شي لعبه وصافي. حيت دابا عزو عليا على الخوت ما بغيتش نبيعهم. قلت لكم راه عزو عليا ما بغيتش نبيعهم. هذا بالاخص هذا وتبارك الله راه عنده شي طيران، هذا عنده شي طيران زوين، وباقي وليدات راه كاينين وليدات، وليني باقي ما وما باقيتهمش يعني باقي ما خرجتهم شي طير ولا بغاهم شي حد. مرحبا، هادشي اللي نقولوا تحيه لخوتنا وحبابنا جميعا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. خويا خالد من سيدي سليمان، وتحياتي للناس ديال سيدي سليمان جميعا، سيدي سليمان الغرب وسيدي يحيى من قنيطره وكحزلي وطنجه، تحيه للناس ديال طنجه. خويا يونس الرموك، انا نسميه بالرموك وسمح لي خويا يونس، تحياتي ليك. وتحيه لخويا شاكير من ايرفود، وتحيه للناس ديال ايرفود جميعا. ما عمرني جبت هاد المدينه، ما عمرني جبتها فاطمه الزهراء، عاجبني تحيدي غير من ديك الشمس، راه قلت لك حيدي من ديك الشمس، الدرقي لداخل تخبي غير راه الشمس قاصحه عليك. كيف قلت لكم الخوت، وما نساوش خويا البشير، تحيه للاخ البشير يلاه عيط ليا قبيله، تحيه ليه من هذا المنبر. وما نساوش الناس ديال الديار الفرنسيه، عندي الفرنسيه، عندي المحبين ديال الديار الفرنسيه عندي بزاف، اللهم بارك والله يسخر. خويا كمال مبروك عليك البروميير، خويا كمال من الديار الفرنسيه مطلق غداز عندكم مشحر، وتبارك الله راك بطل عندك انت وعندك الاخ مصطفى الاص الركراكي مصطفى، كيف ديما راه ذكرتو دابا 3 ايام وانا كنذكرو، راه اللهم بارك راه كيلعب مع ابطال ديال بلجيكا، وراكم عارفين بلجيكا شنو فيها. علاش كنكبروا بالواحد اللي كتلقاه متواضع، اللي كتلقاه الله عز وجل قالك من تواضع لله رفعه، دونك هذاك اللي كتلقاه متواضع، هذاك اللي كتلقاه متواضع يعني كيكون هو باغي الخير لعباد الله ربي كيجيب ليه الخير. اما اللي كيتنفخ وهذا راه ما عمره يوصل، هذاك اللي كيتنفخ كتلقاه حاس براسو راه بحال الا ديكلارا راه دار شي لعبه ولا هادي، ما كيتواضعش ما عمره يوصل. واخا هكا ما كيبقاش محبوب عند الناس، ما كيبقاش محبوبه من الذكور الخوت. حنا ندخلوا ما تسمع سمع سميه، دخل 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 دخل، اجي ولدي زيد دخل 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 دخل. ها سيروا نتوما زيد اولدي زيد 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 دخل، سيروا 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 نتوما زيد دخل 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 دخل، سيروا بحالكم سيروا بحالكم، دخلوا نتوما سيروا بحالكم سيروا بحالكم. هيا كان تخرج ليا نتوما ما كطيرش عندي، دخل اولدي دخل. ها ما دخلوا صافي احو بغداد. كيف قلنا الخوت باش ما نزيدوش نطولوا، تحيه لخويا مصطفى الاص وخويا ماشي مشكل دابا يدخل. يعني كيف قلنا راه ابطال ديال بلجيكا راه عارفين بلجيكا شنو فيها، وبالنسبه كيف كنقولها مصطفى مغربي الجنسيه مسلم كيسكن، فهو من طنجه طنجاوي تبارك الله. راه هادوك الابطال اللي كنقولوا حنا هما كيبغيو يتعرفوا عليه اللهم بارك، يعني الانجازات ديالو هما اللي كيحكموا. ومبروك عليه ومبروك لخويا كمال، ونتمنوا لهم مزيد من العطاء ان شاء الله، هذا ما كان مزيد من العطاء ان شاء الله. وما نساوش الاخ قلنا كمال خويا محمد، ومحمد هذو من الديار الفرنسيه، خويا ربيع وخويا هشام وخويا جلال وخويا بن عزوز وخويا عمر وخويا مصطفى وخويا مصطفى عاوتاني اخر وخويا يوسف وخويا سليمان وخويا حميد وخويا حسين ايت به الحسن ايت به،
وخويا فهد وخويا عوض مصطفى، هادو كاملين من الديار الفرنسيه متتبعين قناه الفرات جمال، وما نساوش خويا سمير من كندا من الديار الكنديه، تحيه لخويا سمير. وما نساوش الناس العزاز، الناس كازاوا والناس السلاويين العزاز والرباطيين والناس ديال منطنجه القويره، تحيه لهم من هذا المنبر، وتحيه لخويا رضوان ازواي ونديرو بلوس جمال المغيرات، حتى هو تحيه لخويا جمال المغيرات. وخويا ما نساوش خويا هشام، وما نساوش خويا جواد من الديار الاسبانيه. خويا جواد غبرتي علينا، يلا الخوت ما نجيش نطول عليكم، الحمد لله والشكر لله. دابا راه الحميمات عطيناهم ياكلوا، الحميمات دابا راه عطيناهم ياكلوا ان شاء الله، وصافي ومن بعد غنخرجوا الاناث غياكلوا ويدخلوا في حالهم يشربوا المياه ديالهم. هادو راه عطيناهم كيف قلنا، عطيناهم السيدوكول اليوم والانتروباك. الانتروباك عطيتها لهم في الماكله، والسيدوكول حطيتها لهم في الماء، اللهم يسير. وتحيه كبيره 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 لخويا جهاد، وما نساوش الاخوان ديالنا كاع اللي كيحبونا في المغرب من طنجه حتى للقويره والناس ديال الحسيمه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وتحياتي لكم كاع متتبعين الفرات جامع، تنحييكم من هذا المنبر. وشحال من واحد عيط لي البارح على ود الفيديو، قالوا لي واش ما لحقتيش لينا الفيديو. وتحيه لخويا بوشتا البطل، بوشتا ابو عبيد من تمارا، تحيه ليه حتى هويا. وسعيد الحزمري من تمالا البطل حتى هو، وخويا والناس ديال الرباط، وخويا يوسف وخويا هشام طاطو. وتحيه للجميع جميع المغاربه، والسلام عليكم ورحمه الله، وخليكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. كيف لاحظتوا الفيديو ديال اليوم راه فيديو بسيط، وتحياتي لكم جميعا ديما تنقولها، لان القناه الفرات جمال بجهد الله وبجهدكم، باش غادا بجهد الله وبجهدكم. هاتي اللي نقول لكم، واني احبكم في الله. واحد النويطه نسيتها الخوت، اول حاجه كندعيو مع التلاميذ صحاب البكالوريا، راه نسيتهم، ومنهم الابنة ديالي، الله ينجحهم بشي معدل يكون زوين، بشي نقطه تكون زوينه. راه عندهم دوزوا البارح امتحان، انا كندعي معاهم، دوزوا البارح وعندهم اليوم ان شاء الله، وباقي اليوم غدا، في هذا الامتحان هذا. يا ربي ثم يا ربي ثم يا ربي تفرحهم كاع، اللي كيبذل شي مجهود وكان القلب ديالو ابيض. ما كنهضرش على الموالي، دابا كنهضر على التلاميذ، صحاب القرايه، صحاب البكالوريا، راه عندهم الامتحانات. يا ربي تنجحهم، ومنهم الابنه ديالي تاهي راه كدوز الامتحان، الله ينجحها وينجح جميع التلميذ او تلميذه اللي باغي يقرا، اللي باغي يبذل المجهود، الله ينجحهم من هذا المنبر. هادشي اللي كاين، ويا ربي تفرحهم وتفرح والديهم. هادشي اللي كان، يا ربي تفرحهم وتفرح والديهم. وكيف لاحظتوا هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، راه القضيه في الطاقيه، القضيه الحمد لله راه غاده مزيانه. الوليدات راه عزلنا وليد واحد، الفاكسان راه درت مع الاخ عبد الواحد، الله يجازيه بخير، غناخذوا الفاكسان ديالنا حنايا، يعني بيني وبينه ما دخل فينا حد، يعني غنقسموه ونفاكسي وغيوصنا ان شاء الله، ونتمناو الخير للجميع. وتحيه لخوتنا، تحيه لخويا قاسم، وتحيه لخوتنا وحبابنا جميعا ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ونخليكم دابا الى فيديو قادم بحول الله. وكيف كنقول لكم، باقي ليا ثلاثه الحمامات من المطلق اللي فات، كيف كنقول انا غير مولع، انا ماشي غادي نشد القصبه وغادي نمشي باش نشد الحوت ونهبطو السوق نبيعو، لا، غير فهموني الله يرضي عليكم، راه كاينه واحد الفئه من الموالي اللي دايره الحمام، ماشي دايره على ود الولاعه، دايره على ود البيع والشراء، دوك مصاصي الدماء على البيع والشراء، ماك هادوك ماشي منهم انا، انا داير حمام غير مولع، ديكلاريت ولا ما ديكلاريتش راه عندي زايد ناقص، رانا بحال هذاك اللي كيهز القصبه وكيمشي للبحر، عرفتي جبت الحوت ولا ما جبتوش راه زايد ناقص، غادي غمولع مع راسي. والحمد لله قسما بالله الا غمولع مع راسي، فهمتيني، ديكلاريت مرحبا، ما ديكلاريتش مرحباتين، وانا غادي مع الوقت، وغادي غدا غادي نموت ولا بعدو غادي نموت، نمشي بعدا ناشط مع راسي بيني وبين اللي خلقني. اما باش غادي نبقى هذيك الفتنه وديكلارا ولا ما ديكلاريش، نبقاو ندخلو في شي مواضيع ماشي هي هذيك، انا ما عنديش، انا مستغني على هذه القضيه ديال الديكلاراسيون، خصني غير نتولع ويفوت كحل الراس. بنادم ما تجبدش حد، ما يجبدكش حد، فهمتي، انت ما تجبد حد
يعني باش غادي تجبد حد يجبد سميتو، وما تجبدش حد بعد منه حتى الثقه وتا هو يعطيك الثقه. انت عطيه الثقه هو يعطيك الثقه وتعيش هاني. هذا هو اللي باغي، هذا هو الهدف ديالي، وما كنجبد انا حتى شي واحد وما كندق على حد. هادشي اللي كنقول لكم والله العظيم ما كندق على حد، وقسما بالله ما بيني وبين شي حد عداوه. كنقسم فمي بالله الا كاع الموالي الحمد لله معاهم بخير، كاع الموالي بدون استثناء. ولو انت تكون تتفرج تقول لي لا، قول لي بغيتي تقول. انا بعدا بيني وبين نفسي مصفي بيني وبين اللي خلقني. انت بغيتي تقول شي حاجه قولها، ولان الله عز وجل غادي يحاسبك الا كنتي كتعرف الله وكتعطي راسك للقبله. ولا تبقى تقول لي هكا ولا هكا، قول لي بغيتي تقول. حنا رحنا غير انا غير داوي طالقه تسرح كيف كيقولوا طالقه تسرح، اللي على قلبي على فمي كنقول. كنطق انا ما كنسكتش، فهمتوني؟ وهادشي اللي كاين. وتحياتي كاع الموالي على السلاويين، وتحيه للاتحاد السلاوي من الرئيس الى اخر عضو، وتحيه لجميع الموالي ديال السلاويين. ومبروك كيف كنقولوا مبروك للاخوان اللي استطاعوا ديكلاريو. كاينين ابطال عندنا هنا في مدينه سلا، وبدون افتخار كاينين ابطال وابطال كبار، ابطال كبار نيت بصح. بلا ما نجبد الاسماء باش ما يتقلقش عليا هذا يقول لي جبدتيني، الاخر نقول لك ما جبدتينيش. كاينين ابطال كبار في مدينه سلا، لا في السرعه ولا مجموعين، ولا في النصف الطويل ولا في الطويل والطويل الممتاز. دابا هذا المطلق اللي داز جوج حمامات اللي دخلوا بالليل، جوج حمامات اللي دخلوا بالليل. وتحيه لمواليهم ومبروك عليهم، ومبروك لخويا رشيد اغريس، مبروك لسمير القرشي، كاع الناس اللي ديكلارات مبروك عليها، واللي ما ديكلارات حظ سعيد. ونخليكم ان شاء الله منتظرينا، حنا مازال معكم في الولاعه. واخا نبقى ندير لكم ها فيديو بسيطه الخوت، وقبلوا عليا الله يرحم لكم الوالدين. ومازال الولاعه راه جايه لقدام ان شاء الله، مازال العام الجاي ان شاء الله غنتولعوا، غنديروا واحد التخليطه للحميمه ديال الثومه والزيت البلديه، هذيك كنخدموا بها الشنابر باش كيطلع الريش مزيان، ونشوفوا البداله كي غادي تطلع. وحنا غادي شويه شويه بعدا خصنا اول حاجه دابا نوجدوا الوليدات. انا متاخر في التفراخ، التفراخ يلاه بادي، قول متاخر عباد الله، راه كاين اللي فرخات. انا راه باقي الله عندي على رؤوس الاصابع. اليوم تباعوا ربعه الوليدات اللي تباعوا، بقاو عندي نقدر نقول لك هنا شحال، جوج ثلاثه اربعه شي خمسه، شي خمسه د الوليدات اللي عندي. يعني ما خاصنيش نبدا نبيع دابا، خاصني اللي خرجات تفاكسا وتدخل لهنا، اللي خرجات تفاكسا وتدخل لهنا، ونعاونهم بواحد شويه ديال لي فيتامين مكملات ماشي الدوايات. حيت كاين الدواء هو المواد الكيميائيه، وكاين المكملات. المكملات راه ماشي مشكل بحال طوليامين تعطيه، تقول لي الدواء راه ماشي دواء طوليامين، طوليامين مكمل غذائي، لان فيه فيتامينات وفيه احماض امينيه وفيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي اللي ما كيلقاهاش الحمام في الماكله. مثلا كاين الحمام ما كتاكلش الذره الحمراء، الذره الحمراء غنيه بالسكريات، هي راه تلقى الطوليامين تلقى فيه ماده السكر الكليكوز، راه تلقاه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، وانتظرون في فيديو جديد. وتحيه لخوتنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، يعني كنقولها الكره الارضيه، الناس ديال مصر والجزائر، ونسيت هذوك الناس ديال تونس. تحيه لتوانسه، توانسه بزاف. وتحيه لجميع الموالي، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.